بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أعزائي الطلبة، سوف نقوم في هذا الفيديو بمعالجة مقالة فلسفية حول إشكالية تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا. نص السؤال يقول: هل يمكن إخضاع الظاهرة الحية للتجريب؟ أول ما بدأ به هو تجزئة السؤال ومحاولة ضبط المصطلحات الموجودة فيه. إذن لدينا: هل يمكن إخضاع هنا المقصود التطبيق الظاهرة الحية، هنا تشير إلى البيولوجيا أي ظواهر متعلقة بالكائن الحي، التجريب والمقصود به هنا المنهج التجريبي أو الدراسة العلمية. إذن المطلب هنا، المطلب هذا السؤال نحاول صياغته بصيغة أخرى: هل يمكن تطبيق المنهج التجريبي؟ إذن هل يمكن تطبيق المنهج التجريبي على الظواهر الحية؟ والطريقة هنا سوف تكون طريقة جدلية. إذن الطريقة جدلية. لماذا جدلية؟ لأن هناك رأيان متعارضان، رأي يقر أو يقول أو يقر باستحالة تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا، وهناك رأي ثاني يقر بإمكانية تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا. إذن أعزائي الطلبة، بعد تحديد المطلب والطريقة، ما بقي لا إلا نشرح في عملية التحليل. وكما هو معروف أن تحليل المقال الفلسفي يتطلب ثلاث خطوات، هي المقدمة، التحليل أو العرض، والخاتمة. الخطوة الأولى وهي المقدمة تشمل في حد ذاتها إلى أو تتضمن ثلاث خطوات، هي مقدمة المقدمة، التمهيد للإشكالية، وطرح الإشكالية. أما العرض فبدوره له ثلاث خطوات، هي الرأي الأول، الرأي الثاني، ثم التركيب. والخاتمة كخطوة أخيرة تتضمن الحل النهائي للمشكلة. إذا الآن أعزائي الطلبة، نشرع في التحليل. نبدأ بالمقدمة، وكنموذج عن ذلك نقول: إن ما حققه علم الفيزياء من تقدم وتطور هائل بفضل تطبيقه للمنهج التجريبي، دفع بالعديد من العلماء إلى محاولة تطبيقه في ميدان تخصصهم ومنه البيولوجيا. التي هي العلم الذي يدرس الكائنات الحية في دورتها الحيوية. سواء كانت إنسانا، حيوانا، أو نباتا. وحول إمكانية إخضاع ظواهر البيولوجيا للتجريب اختلفت الآراء وتضاربت وجهات النظر. حيث هناك من أقر
باستحالة تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا. وهناك من أقر العكس، ونادى بإمكانية الدراسة العلمية للظواهر الحية. فأي الرأيين على صواب؟ أما الآن وبعد انتهاء المقدمة، نشرع في العرض. والعرض قلنا يتضمن 3 خطوات: الرأي الأول، الرأي الثاني، والتركيب. إذا في الرأي الأول نقول: يرى بعض الفلاسفة والمفكرين، أمثال بونوف وكوفيه أن تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا أمر متعذر ومستحيل. بمعنى أنه لا يمكن دراسة الظواهر الحية دراسة علمية. ولتبرير موقفهم استندوا إلى حجج فحواه. هذا عبارة عن رابط لغوي يربط الموقف مع الحجج. فحواها أن هناك عوائقا وصعوبات، تمنع تطبيق المنهج التجريبي بحذافيره على الكائن الحي. ومن هذه العوائق نذكر: التشابك والتعقيد، فالكائن الحي يختلف باعتباره مادة حية عن المادة الجامدة، حيث يجد العلماء صعوبة في عزل أعضائه عن بعضها البعض. لأن محاولة عزله تؤدي إلى القضاء على حياته، وفي هذا يقول كيفيه، نفتح مزوجتين: كل محاولة لعزل أحد أعضاء الكائن الحي
هي محاولة لنقله من عالم الذوات الحية إلى عالم الذوات الميتة. إضافة إلى عائق آخر هو عدم خضوع الظاهرة الحية لمبدأ الحتمية. فنفس الأسباب لا تؤدي إلى نفس النتائج في الكائن الحي، نظرا للخصوصية التي يتمتع بها الجسم الحي. فلكل فرد شروط داخلية وخارجية تجعله متميزا عن باقي الأفراد. هذا بالإضافة أيضا إلى مجموع العوائق الدينية والاجتماعية والأخلاقية التي تمنع التجريب. ومنها على سبيل المثال أن الهندوس يقدسون البقر لأنها تمثل آلهة عندهم، وبالتالي فأي شكل من أشكال التجريب عليها يكون ممنوعا ومحرما. إذن بعدما أتممنا الحجج نذهب إلى النقد، نقول لكن لا يمكن التسليم بهذا الرأي. لأن تطور العلم والوسائل التكنولوجية مكن من تجاوز العوائق والصعوبات في البيولوجيا. وأصبح التجريب أمرا عاديا. ومثال ذلك إجراء العمليات الجراحية وزرع الأعضاء. إذن وعليه بعدها ننتقل للرأي الثاني، فنقول وعلى النقيض من ذلك يرى فلاسفة آخرون أمثال كلود برنار
ميشيل كلود برنار. قلنا أمثال كلود برنار وأوغست كونت وأوغست كونت أنه يمكن تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا، يمكن تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا، بمعنى أن الدراسة العلمية للظواهر الحية أمر ممكن وليست مستحيلة. ودليلهم في ذلك أن تطور العلم مكن من إخضاع الظواهر الحية للتجريب، حيث لم يبقى علماء البيولوجيا مكتوفي الأيدي حيث عوضوا التجريب المباشر بالتجريب غير المباشر المتمثل في منهج المقارنة. وفي هذا يقول أوغست كونت، يقول أوغست كونت المقارنة هي المنهج المناسب لدراسة الظواهر الحية، وللمقارنة في البيولوجيا 5 مراتب. المقارنة بين الأجناس، المقارنة بين الأجناس، فاصلة بين الأنواع، بين الأفراد، بين المراحل، وبين الأعضاء. ثم جاء الفيلسوف الفرنسي كلود برنار، قلنا ثم جاء الفيلسوف الفرنسي كلود برنار وكتب كتابه الشهير مدخل إلى دراسة الطب التجريبي، مدخل إلى دراسة الطب التجريبي، وسماه البيولوجيا. وقام بتجربته الشهيرة حول الأرانب، حيث جاء بمجموعتين الأولى منعها من الأكل والشرب، أما
أما الثانية فقدم لها الأكل والشرب بصيغة عادية. أما الثانية فقدم لها الأكل والشرب بصيغة عادية. ثم لاحظ أن لون بول المجموعة الأولى المحرومة من الأكل شفاف، وهو ليس عاديا. أما المجموعة الثانية فلاحظ أن لون بولها أصفر عادي. ثم عاد وقدم الأكل للمجموعة المحرومة، فلاحظ أن لون بولها يعود إلى حالته العادية، أي الأصفر. هنا استنتج برنار أن للمنظومة الغذائية دور مؤثر على جسم الكائن الحي. وما يثبت إمكانية التجريب في البيولوجيا هو تطور الوسائل التكنولوجية خاصة. إذا قلنا وما يثبت إمكانية التجريب في البيولوجيا هو تطور الوسائل التكنولوجية كأجهزة الكشف بين قوسين الراديو والإيكوغراف والسكانير وغيرها. إضافة إلى تطور الوعي الإنساني إلى درجة أن بعض الأفراد يهبوا أجسامهم لمراكز البحث العلمي بعد وفاتهم لإجراء الدراسات والأبحاث عليها. هذا كله إضافة إلى التهجين الجيني والتعديل الجيني أيضا والاستنساخ الباثولوجي. لكن لا يمكن التسليم بهذا الرأي لأن هناك بعض الظواهر
التي لم يتمكن العلم لحد الساعة من التجريب عليها كأمراض العصر، بين قوسين السرطان عافانا الله وإياكم والإيدز. التي الإيدز التي لم يجد العلماء علاجا نهائيا لها نهائيا لا. إذن بعد عرضنا الرأي الثاني نشرع في الخطوة الثالثة للتحليل وهي التركيب، فنقول وعليه نستنتج أن التجريب في البيولوجيا ممكن لكنه نسبي، بمعنى أن هناك ظواهرا تمكن العلماء من التجريب عليها كما أن هناك ظواهرا عجز العلم على إخضاعها للتجريب. لذلك قيل البيولوجيا علم على منواله، أي أنه نسبي. إذن وكخاتمة لهذا المقال نشير أن الخاتمة في الطريقة الجدلية تتضمن خطوتين، الخطوة الأولى هي إجابة على السؤال، والخطوة الثانية هي خلاصة وحل نهائي للمشكلة. ونقول وختاما نستخلص أنه يمكن إخضاع الظاهرة الحية للتجريب، لكن ليس بصيغة قطعية ومطلقة، وإنما بنسبية. الأمر الذي يدفعنا إلى القول أن التجربة والدراسة العلمية للظواهر الحية نسبية، لأنها مرتبطة بمدى تطور الوسائل ومراعاة خصائص الوسائل.